مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. انتقد مغني الراب تراب كينج فئة من النساء اللاتي يتبعن الفكر العلماني، وهذا بعد سكوتهن في حادثة طرد الأستاذة لطالبة بسبب ارتدائها النقاب ووصفها بكلمات جارحة بسبب لباسها الديني. السلام عليكم الفيمينيس نسحقوكم. أي كان واحد الفتاة محتشمة حوزوها من المسيد على جل النقاب، نسحقوكم باش تدافعوا على المرأة هنايا وتدافعوا على حرية اللباس. خيرة تلبس النقاب وهي حرة، اروحوا تدافعوا على حرية اللباس تاعها اللي هو النقاب، ولا تدافعوا غير على حرية الفيزو والميني والبيكيني. انتوما تدافعوا على المرأة، ولا النقاب ماشي لباس والمرأة المنقبة ماشي مرأة، ماشي حرة في اختيار لباسها. يا بانو وين راكم؟ شتو علاش نكرهوكم؟ باسكو انتوما ضد المرأة ومع دافعوا على عشان المرأة. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.